زين معكم في رمضان شو حتى النصف الليل تحية كبيرة للمستمعين وين ما كنتوا سورتو اللي تبعتوا نحكيو على الأعمال الرمضانية ما بين المسلسلات ما بين لي سيت كوم ما بين زاد لي سيري 3D نحكيو على توندونس بدات بشوية بشوية في في تونس سنة عندنا زو سيريات 3D عندنا تونس 2050 وعندنا ولاد بحر على قناة نسمة نحكيو زاد حتى على تونس 2050 على قناة الحوار التونسي نحكي بالأساس اليوم على السيري 3D على قناة نسمة مع مخرج العمل زياد اللاميني معانا مباشرة على موزايك فهم صحة شريبتك صحة شريبتك وصحة شريبت المستمعين كل وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يعيشك تحية كبيرة ليك زياد وتحية كبيرة ليك على الفكرة متاع أولاد بحر خلنا نحكيه على السيري 3D هذه اللي تبث على قناة نسمة أنت صاحب الفكرة والفكرة كيف جات الفكرة تو عندها هي عامين ثلاثة حاجة كي ثلاثة سنين تدو والله أنا بحكم بتتر أنا نسكر على خطر على البحر فاني أنا مغار ملح بدأت رفتني الفكرة يعني من غادي تسمبل مو الباب بتتر ثلاثة سنين حاجة كينا كي جي إيماجيني يعني تخيلت العالم بتاعنا يعني شخصيات يعيشوا في البحر تسمبل مو توينسا في البحر توينسا في البحر بالضبط توينسا في البحر وتيختو انه كي كن نفرجوا في الحلقات نتاع ولاد بحر نلقاو ثم بعض الالفاظ اللي يستعملها التونسي بلغه البحر بالضبط يعني ديجا فما شخصيات ما لازم ما كانش وقت باش نديفلوبيهم برشا لخاطر كنا باش نعملوا اكثر من 15 حلقه كان فما شخصيات اخرين يعني كانوا باش يظهروا مي مالوريزمون ما ظهروش ما فهمت كونت كانوا شكونوا بلي يعني درول على الاخر حتى الاسم يعني نتاعهم مقتبسين برشا من جارجون انا نقول تاع البحاره حوريه ترومبا هكا قنيفيده فوالا فما القرش حروز زينه سيرين سوزي منتزه بن سردين فوالا ثم شلبه زاد برشا اسامي يعني موجوده في المسلسل هذايا عندك برشا اسماء كبار معاك اليوم في السيري هذه 3D لطيفه القفصي خالد بوزيد ايضا مجد بلغيث ملك عويش صوفيا نداش وريم الحمروني وغيره برشا اسماء موجوده تقريبا وليد الزين ايضا سماح السنكري شكون اخر زاد رزيقة فرحان ما نحبش ننسى الاسامي باش ما يتغشوش عليا ولا حاجه نعرف انا نسيت برشا ديجا موجودين برشا يعني الحمد لله يعني جمسي انطوري مع بعباد يعني مصلي عني بي عليهم بالخص كي ريان كو كي انا نقول مدام لطيفة القفصي يعني شرفتنا بالمشاركة متاحة يعني كان يعني الكاستينج كان مدروس يعني فما شخصيات يعني اتكتبت لهم يعني الدور كان يعني سور مزور يعني مكتوب ليهم هما فهمني كيما مدام لطيفة القفصي ولا ريم حمروني ولا خالد بوزيد يعني هذوما يعني كي تكتب الدور مكتوب لهم هما ديريكت فهمني تجربة 3D تجربة معبول بها في العالم الكل بالأساس نحكيه على ديزني تونس 2050 بدأت ديجا معناها عندها سنوات واليوم نلقاو ولاد بحر يدخل السباق اليوم الاندستري متاع 3D جديدة في تونس نجمو نحكيه على سباق جديد ممكن نشوفوه في السنوات القادمة ما بين مسلسلات متاع 3D والله إن شاء الله علاش ليه خاطر تعرف اللي الاندستري هي بو احنا متسمى مؤخرين شويه فرابور يعني العالم تتر احنا نقول برشا ولا شويه زياد شويه برشا نورمالمون يعني مش ما نقدروش نستناو في رمضان باش نعملوا يعني برودكسيون الافلام يعني 3D ولا 2D على فكره نحب ديما نوضح راهو سلسله ولاد بحر يعني مخدومه بتقنيه 3D و 2D مع بعض يعني خلطنا يعني لي جون اما نعاود نرجعوا للتقنيه يعني مخرين برشا في تونس وفي العالم العربي اون جينيرال ولا في الافريق اما احنا اوني با يعني مانيش مخرين برشا بارابور يعني الدول العربيه والا بالعكس احنا يعني في تونس عندنا دي كومبيتونس يعني دي كومبيتونس يخدموا حتى لبرا راهو في عندنا في دي ستوديو يعني انترناسيونال دي كومبيتونس قارين في تونس متفورمين في تونس يخدموا لبرا يعني كي نحكيو على مارشيات تشبهنا تونس كمان مش متاخره برشا ماهيش متاخره برشا على فكره لو كانت تونس يعني
احنا الاولانيين اول ما عملنا يعني بدينا نخدموا في الصور المتحركه. مصر بدات محسوب بعدنا, ومصر يعني عملت يعني صوت كبير ياسر وقدمت بكده بكده, مش ما نقولش هربت بينا, اما بالحق راهو خرجوا يعني قاعدين يخرجوا في خدمه مزيانه علقه في مصر. والخدمه تاع ولاد بحاره هذا ممتازه برشا للامانه حقيقه. انا تفرجت تقريبا في 9 و10 حلقات من ولاد بحار, يعني حاجه ممتازه برشا, سورتو انه يفكرني نوعا ما في ديزني. كنت تفرج ثم بعض المسلسلات اللي تشبه شويه ديزني. والله الحمد لله يعني حاولنا يعني نخدم يعني تكنيك مو يعني قصدي انا ما نحبش نشكر روحي, اما في تونس الكاليتي موجوده يعني كي نخدموا يعني يعني انا بون كي نحكي انا جو سوي ان فورماتور في الـ في الـ في الـ في تقنيه التحريك. يعني موجوده يعني الارضيه موجوده في تونس باش تكون فما يعني يعني موجوده الانفراستركتور موجوده. البنيه التحتيه موجوده يعني بالخاص يعني في البريفي. البريفي يعني عامل مجهود وباش يطور يعني التقنية هذه, مازال يعني فما شوية يعني كما نقول في الاتاتيك يعني مش عاملين ما مش يعني مش عاطينها قيمة باللازمة. أما في الاتاتيك في موجودة يعني موجودة, ولو الجون يحبوها على الأخر يعني يحبوا التقنية متاع الانيماسيون كسواء بالدودي ولا ترودي. ناقص شوية أنا نقول نحبش نقول دعم مي بلوتو فما شوية مونتاليتي راهو يعني فما مونتاليتي يعني مثل انا نشوف يعني في ساعات دي كومونتير يقول لك اش بكم حاطين هكا باللهجه دي كوميك, اش بكم حاطين كوميك في البرايم تايم فور اكزامبل. مازال ما يعرفوش اللي راهو الصور متحركه يعني سي اندستري كبيره تنجم تكون موجهه للصغار كما تنجم تكون موجهه للكبار, والا يعني يلزمهم يفهموا اللي انا فسرتها مره اخرى مالوريزمون قلت الوعي متاع التونسي خاطر كله مربوط ببعض. العباد اللي ما يقراوش الكتاب هما بيدهم اللي ما يقراوش البون ديسيني هما بيدهم اللي ما يفرجوش الصور المتحركه فهمني. لكن زياد لهنا راهو كي نحكيو على قله وعي كما قلت انت عند التونسي ما نلوموش قله الوعي عند التونسي, انا نلوم مثلا انه ما ثماش اندستري, ما كانش ثم انيشيتيف باش المنتجين او المخرجين او اصحاب الفكره او الناس اللي عندهم في ايديهم بالنسبه لل 3D ينجموا يقدموا منتوج على طول العام, بما انه احنا نحكيو على مسلسلات 3D حد رمضان فقط راهو خطر ما نرسمهمش دخلنا في الكليكواسيون تاع الربح فهمني. ولا يعني ما نجم نعمل برودوي الا ما يزمني عندي سبونسر يعني يزم عندي عباد ورايا باش يخلصوا لي البرودكسيون تاعي. هذه هي المشكله يعني او مثال حلينا يعني قوس السبونسورينغ مثال كنا مثال انا نحكي على البرودكسيون تاعي لقيت روحي يعني من الأول كانوا عندي 7 سبونسور نلقى روحي قبل بجمعة يعني قبل بجمعة من رمضان كل جد رواحهم يديكو تلقى روحك اسكو شو تخلط مغير حتى سبونسور؟ بالضبط فهمني تلقى روحك اسكو نقدم ونوري البرودوي نتاعي وإلا نخلي العام الجاي يديكو تقول لي عندي برودوي حاضر يزمين نوري هذاك اللي يخليك ما تجمش تعمل كومباني مثال ميدياتيك كبيرة يعني ما تجمش تعمل كومباني كبيرة مثل باش تعرف بالعمل قبل بالضبط. هنا ما شفناش حملة إعلامية كبيرة على ولاد بحار قبل اللونسمون نتاعو بالضبط يعني اسونسيلمون بور يعني هذا هو اللي شنو صار فهمني. وزيد إذا حتى الكورونا يعني عملت فينا يعني كان ثم سواري دو لونسمون كبيرة وكل شيء يعني سانتو فهمت. بلاتو نتاعكم أنتم ما عندكمش بلاتوات نتاع تورناجي بما أنكم تخدموا على لي زورديناتور. بالضبط الحب نسأل يعني سؤال ممكن سمحني قصيت عليك زياد. اليوم نجم نخمو ونحكيو على أفلام 3D. اليوم كي نحكيو على أفلام في العالم راهو صحيح الثقافة متاع 3D بتاتخ مازالت ماهيش معناها كبيرة برشا عند التوانسة إذا كنا نتفرجوا في التلفزة بطبيعة الحال ولا حتى على الانترنت. مثلا كي نلقى فيلم سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس ولا مثلا سبايس ان ديسغايز مثلا نلقى ممثلين كبار كيما ويل سميث وغيره من هذوما الكل موجودين في الأعمال هذية. ما كمان من يسمش للسينما باش تفرج فيه الكوميك هذية بالضبط. ونقول لك حاجة أنا لاحظت اللي مثال خطرني عندي صغار نشوف
يعني الولاد يعني صغار يعني متعطشين للهجة التونسية. ديك يعني ما غير تقييم يعني للأسئلة يعني المسلسلات بهين ولا خايبين. ديك يلقاو يعني عمل تونسي في التلفزة ديك تفرجوا فيه راو. وهذا يشجعكم. يعني يشجع بالضبط. أما بون تقعد اللي تقعد المشكلة اللي يتكلف يعني باش نعملوا فيلم خاطر الكاليتي تاع الفيلم مش كيما الكاليتي تاع التسيري يعني نوليو يعني اكثر اكزيجون في الكاليتي نتاع الانيماسيون نتاع الانيماج نتاع روندو يعني كل شيء لي بارامتر الكل باش يتزادوا فهمني. اما علاش لي يعني انا متاكد يعني اللي قلت ربي ما انت ما تخيلش باش تطول برشا الحكايه باش نعملوا دي لون ميتراج وتقعد فما مشكله ظريفه اللي هي ديما يتباكيو عليها العباد كل اللي هو الدعم يعني نتاع وزاره الثقافه ما فماش انت قلت لي ثلاث مرات راك زيد فمش دعم في وزاره الثقافه للاعمال يعني مش سينمائيه لا الاعمال نتاع توسكي ديسانيمي هذه مش موجوده. احنا نحبوا زاد نداء حتى لوزاره الثقافه اليوم كي بما انه الثقافه الدعم في الافلام الدعم زاد في برشا اعمال ثقافيه موجوده على شلي زاد هذه ثقافه جديده نحكيوا على 3 دي في تونس ولا 2 دي 3 دي مع بعضهم زاد في تونس. سؤال ممكن زياد اذا كنت حاب تجاوبني عليه ولا لا التكلفه نتاع ولاد بحر تقريبا قداش تكلف لكم المسلسل هذا؟ تكلف شكيب عليك تكلف سيريوزمون تكلف انت كي 200 مليون 300 مليون والله اكثر شوي اكثر شويه اكثر شوي انت كي تحسب يعني عندك لي سالير نتاع العباد اللي يخدموا مع لي فوا مع تكلف شوي 500 مليون ما قريب ال 500 مليون حسيت روحي في نيغوسياتور انا اليوم 500 مليون يعني سيريزمون 500 مليون نصف مليار معناها ما تنساش اللي احنا النوفيل بوات يعني من زيرو يعني بنينا من زيرو فهمتني اللي هو تكلف مش نكذب عليك تكلف يعني أكثر من 500 مليون مش ناخذ نحب على رقم تقريبا قريب أكثر من 500 مليون وي سيريوزمون وي أكثر من 500 مليون خاطر هو يعني الشركة يعني ألا يتي كريي فرصة باش نعملوا أولاد بحر أما أوزر راهو سي با يعني انفستيسمون بيردو علاش خاطر شركة لقينا رواحنا يعني الأضواء مسلطة علينا في رمضان ولقينا رواحنا يعني من العباد هو رسمو لينا ومال رسمو العباد أخرين خاطر برشا عباد ما نجموش يخلطوا أتو وإحنا الحمد لله يعني خلطنا يعني أبيك كيركو ديجا بيان سور شوية فلوس مي خلطنا ونجمنا يعني نعديو يعني البرودوي نتاعنا. مبروك ساعة البرودوي خليني نقول لك ساعة زياد وميرسي بوكو زيد على المبادرة هذية نعرف 500 مليون ما همش شوية سيغتو انه اليوم معنا في الشك انتم تسترجعوا للأموال هذية معنا ترجعوا حقكم تخرجوا مع الأقل لا ربحين لا خاسرين إن شاء الله ربي كيفاش يقولوا هو ربي يعوض يعني قلت ربي قد لي يعني جاي خير إن شاء الله هو هي ظرفية عالمية ما زيدش على تونس برد يعني ديكو يعني اون ريست اوبتيميست الخدمه هي اللي تجيب وان شاء الله يعني في ولاد بحر اثنين والا في اعمال اخرى على خاطر موجوده يعني مازال الافكار موجوده برشا وان شاء الله يجي خير. نجم نقول ولاد بحر منافس لتونس 2050 والله سي با هي منافسه على فكره ديما نقولها انا راني من العباد اللي من البيونية اللي كنت يعني في المغامرة متاع تونس 2050 يعني يعني هذاك ولدي زاد الكبير فهمت لا مش منافسة هي هنا يعني ولا نحكيه على يوناندوسري كما انت كنت تحكي قبل سي با منافسة انا اقول حلينا باب تو سامبلومون حلينا باب ولينا يعني نحكيو على اندستري في تونس نتاع ايماج ولاد بحر سي فري هو ديس انيمي تكنيك 3 دي 2 دي 2050 يعني 3 دي بوتيتر سي با مانيش لو ميم باسكو اوني بوتيتر قراب تكنيكمون
مي يعني زوج افكار يعني بعاد فهمني. اما نتقاسم عنا في ذات لو ميم واحد بوبليك العباد اللي مغرومين نفس الجمهور بال... اي اي نفس الجمهور. سؤال اخير زياد لامين مخرج ولاد بحر، ثم ولاد بحر اثنين ولا؟ والله ان شاء الله علاش ليه، اون فيرا اون فيرا هذيك يعني بلكشي يعني بلكشي حتى قبل رمضان. ممكن حتى قبل رمضان، ممكن حتى قبل رمضان يا اخو. حظو زعما ولاد بحر ممكن في البرمجه الشتويه القادمه. والله ان شاء الله ان شاء الله يعني انا نقول فتات ما خداش حظو كيما يلزم على خاطر الظروف اللي صار كهو يعني. اما يعني الاوبجيكتيف انا فورما اوبجيكتيف حتى يعني حتى كي نخرج على اليوتيوب يعني نلقى يعني عامل نسبه محترمه مش كبيره برك في فري ام محترمه فور ان بريميراني يعني خاطر تعرف مع كثره لي برودوي اللي موجودين في التلفزه يعني تعرف اللي العباد يبداو ما يعرفوش شنو يتفرجوا يبداو يزابيو ومن بعد يجموا يعني الناس ما نعرفها اللي باش تطلع من بعد يعني. ان شاء الله ربي يسهل لكم يعطيكم الصحه على العمل نتاعكم هذايا. جمهور اكيد جدا انتم اكتشفوا ولاد بحر على اليوتيوب، زاد نجم يرجع يتفرج على اليوتيوب. شكرا ليك زياد لامين، يعطيك صحه، ميرسي بوكو. مخرج العمل ولاد بحر اللي تبث على قناه نسمه، نحكيو على اون سيري 2D 3D ان 2D كما قال مخرج 3D مع بعضهم، زوز تقنيات معناها كما نقولوا معناها خلطوهم بعضهم وخرج البرودوي هذا اللي موجود كما قلنا على اليوتيوب، يتعاد على قناه نسمه. هو وفات ديجا بما انه في 15 حلقه موجود على اليوتيوب، حاجه ممتازه برشا. بما انه نحكيو على ديالوج، نحكيو على حوار تونسي ب100%، نحكيو على تقنيه ممتازه معناها محترمه جدا. كي نتفرجوا في سيري 3 دي مقارنه ممكن بالصناعات العالميه في المجال هذا، ان شاء الله بالتوفيق وعلى المنون هذايا ممكن المنجين الاخرين وحتى الناس اللي تفهم اكثر في 3 دي علاش لا يقدموا لنا افلام، يقدموا لنا مسلسلات حتى من الصغيرات. زاد يستحقوا اليوم الصغيرات انهم يتفرجوا على الاقل كي يحلوا على اليوتيوب، وموا اليوتيوب يلقاوش فيديوهات اخرين يمشيو يتفرجوا على الاقل في حاجات ممكن يفرحوا بها او يعملوا عليها بون كيف.